اشتباكات يمنية أمريكية عقب تضويق حامل الطائرات في البحر الأحمر. وإلى التفاصيل، شهد البحر الأحمر اليوم الثلاثاء اشتباكات مباشرة بين القوات اليمنية والأمريكية عقب تضويق زوارق حربية لحاملة الطائرات إيزنهاور. وكشفت مصادر ملاحية كواليس المواجهات التي تعد الأولى من نوعها، وتكشف تطورا في استراتيجية اليمن لحصار إسرائيل ومواجهة حلفائها. وأفادت المصادر بأن عناصر من البحرية اليمنية يستغلون زورقا سريعا معززا بسلاح رشاش يعترض سفينة شحن أمريكية على بعد 20 ميلا فقط من حاملة الطائرات الأمريكية المتمركزة جنوب البحر الأحمر إيزنهاور، مشيرة إلى أن الطرد باللين الذي يرافق إيزنهاور حاول الاشتباك مع القوات اليمنية. ووقعت المواجهات قرب أرخبيل جزيرة فرسان جنوب السعودية. وأشارت المصادر إلى أن المواجهات استمرت فترة طويلة قبل أن تصل تعزيزات أمريكية إلى المنطقة، مؤكدة عودة عناصر البحرية اليمنية السالمين. وتعد هذه المواجهات المباشرة هي الأولى من نوعها، وقربها بهذا الحجم من حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور يكشف تغييرا في استراتيجية القوات اليمنية التي ظلت تعتمد على الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية، وهي مؤشر على أن إيزنهاور باتت الهدف الرئيسي للقوات اليمنية حاليا. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا التعليق والإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.